مرحبا مشاهدينا إلى كشك الصحافة، إليكم العناوين. عدن الغد، مسلحون في عدن يقطعون التيار الكهربائي عن أحد فروع وزارة الكهرباء في المدينة. المشاهد نت في حضرموت، 5 ملايين ريال مكافأة لمن يتمكن من فك شفرة إلكترونية. القدس، لاجئ سوري يخبئ في معدته 2000 دولار أثناء رحلة هروبه إلى هولندا. شركات لبيع الهواء تزدهر في الصين وتصدره للخارج. احتلال جديدة يقوم بها الحوثيون للسيطرة على الإغاثة والمساعدات الإنسانية في صنعاء. يقول موقع يمن مونيتور أن آلاف النازحين في صنعاء يترقبون توزيع مساعدات غذائية قدمتها دولة أوروبية لليمن، لكن الفاسدين الحوثيين من قيادات الجماعة والفاسدين من الشخصيات الاجتماعية يقفون في المنتصف للسيطرة عليها. وكشف مسؤول في إغاثة مقدمة من دولة النرويج لليمن ليمن مونيتور أن المساعدات الغذائية التي يتم توزيعها بشكل عشوائي في صنعاء مقدمة من دولة النرويج، وإنه يجري حاليا توزيع سلات غذائية لعدد 20,000 أسرة نازحة من مناطق النزاع والحروب إلى صنعاء. واستهجن المسؤول قيام قيادات حوثية وعقال الحارات إلى اتخاذ حيل عديدة لنهب هذه الإغاثة من مستحقيها، وأن عملية التوزيع لا تتم بالشكل المطلوب. تابع المصدر، تم اكتشاف 734 حالة بأسماء وهمية في مديرية بني الحارث كبرى مديريات صنعاء، والكشف عن 200 حالة بأسماء وهمية في مديرية أخرى، ويتم استلام الحالات من قبل مشرفين وعقال الحارات. الأيديولوجية المحبطة وإعادة الاعتبار إلى الإنسان العربي، تحت هذا العنوان كتب كرم الحلو مقاله في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا: يبدو الإنسان العربي في مواجهة أيديولوجية الإحباط الاستشراقية والقومية والثقافوية التي تحاصره منذ القرن 19 إلى الآن أشبه بسيزيف وصخرته في الميثولوجيا الإغريقية، لا يخلص من مأزق حتى يتربص به آخر ليبقى في صراع عبثي مع قدره ومصيره. منتصف القرن 19 أعرب فرانسيس المراش إزاء التشرذم العصبوي للعرب عن يأسه من التئام الأمة العربية في وحدة قومية قد لا تتحقق كما يقول إلا بعد 1000 عام وبقوة المعجزات لانقسام العرب مللا وطوائف وجماعات غير مندمجة وطنيا وقوميا يجهد كل منها في إلغاء الآخر. هذه الرؤية القومية تتجدد مع قسطنطين زريق آخر القرن 20، إذ أعلن لا مشروعية الحديث عن أمة عربية أو عن مجتمع عربي عام نظرا إلى قصور أهلها عن تكوين ما يصح أن يدعى مجتمعا أو شعبا، وعجزهم عن تحقيق التكتل الوطني أو القومي وهو الشرط الأول من شروط البقاء. وإذ ثابرت أيديولوجيات القرن 20 على تلك الرؤية القومية المحبطة، رأى القوميون أن الدولة القطرية العربية كيان مصطنع وتجزئة بغيضة، واعتبرها الاشتراكيون عائقاً أمام الأممية البروليتارية. إلى جانب أيديولوجيات الإحباط القومي، عرف العرب أيديولوجيا الإحباط الاستشراقي، حيث زعم إرنست رينان في 1883 أن جميع من يؤمون الشرق يدهشهم ضيق تفكير العرب والمسلمين وانغلاقهم بإحكام في وجه العلم وعجزهم على الانفتاح على أي فكر جديد في رؤية مختلفة للإحباط الأيديولوجي من المنظور السوسيولوجي والبنيوي. عد برهان غليون أزمة المجتمع العربي ثمرة للحداثة المزيفة أو المفسدة، واختصرها حليم بركات في أن مجتمعنا العربي المعاصر متمركز حول العائلة وينطوي على أبوية تعاني النزعة الاستبدادية على مختلف الصعد تتجذبه الحداثة والسلفية في علاقاته الاجتماعية. من بين الأخبار الغريبة القادمة من العاصمة المؤقتة ما ذكره موقع عدن الغد،
قيام مجموعة مسلحة بفصل التيار الكهربائي عن إدارة المنطقة الأولى والإدارة العامة، ما أدى إلى تعطيل عمل المنطقة والإدارة ووقف عملية تحصيل الإيراد. ووفقا للموقع، فقد وجهت إدارة المنطقة الأولى بكهرباء عدن مذكرة إلى قائد شرطة عدن اللواء شلال شائع، تطالبه فيها بالتدخل لإيقاف ممارسات القوة من قبل المقاومة التي فرضت نفسها لحراسة محطة حجيف وإدارة التحكم بكهرباء عدن. وذكرت إدارة المنطقة الأولى في مذكرتها التي تضمنت أسماء من قاموا بهذا العمل أنها سبق وأن وجهت مذكرة إلى شرطة المعلة بتاريخ 23 من مايو الحالي، لم يتم اتخاذ إجراءات حيال تلك الأعمال في الوقت الذي لا تزال فيه المنطقة الأولى بلا كهرباء. في موضوع متصل ولكن من حضرموت، أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت عن مكافأة مالية لمن يقوم بإيجاد الشفرة الخاصة بتشغيل المحطة الغازية، وذلك بعد توقفها جراء عدم دفع السلطات المحلية مستحقاتها المالية لعدة سنوات منذ تشغيلها. وخصصت المؤسسة مبلغ قدره 5 ملايين ريال يمني لجميع المهندسين والفنيين والمختصين بالكمبيوترات ولكل من يستطيع إيجاد الشفرة الخاصة بتشغيل المحطة الغازية وبإعادة عملها. يضيف الموقع، إدارة الشركة كانت أوقفت خدماتها جراء عدم تسليم المبالغ المالية مقابل تشغيلها من قبل السلطات المحلية في حضرموت، والتي رفضت إعطائهم شفرات التشغيل. وكانت الشركة المالكة للمحطة الغازية في بلوك 10 وادي حضرموت تطالب السلطات بمستحقات 3 سنوات. يجب أن ننظر إلى الماضي وليس لداعش لرؤية المعنى الحقيقي للإسلام، هكذا يعنون الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك في مقاله المنشور في الإندبندنت، قال في أجزاء منه: بعد مذبحة مانشستر، نعم، بعد نيس وباريس والموصل وأبو غريب، هل تتذكرون أولئك المدنيين 28 بمن فيهم أطفال الذين قتلتهم قوات البحرية الأمريكية؟ 4 أكثر من ضحايا مانشستر الذين ذهبوا بلا أي دقيقة صمت. ليست الوحشية الموازية رداً بطبيعة الحال، إنها مجرد تذكر. وبما أننا نقوم بقصف الشرق الأوسط بدلا من السعي إلى تحقيق العدالة هناك، فإننا نحن أيضا سنتعرض للهجوم. لكن ما يجب أن نركز عليه وفقا لترامب هو الإرهاب والخوف والأمن الذي لن نناله بينما نقوم بترويج الموت في العالم المسلم ونبيع الأسلحة لطغاته. آمن بالإرهاب وسوف يفوز داعش، آمن بالعدالة وسوف يهزم داعش. وهكذا أظن أن الوقت حان لاستحضار روح رجل عرف باسم الأمير عبد القادر، وهو مسلم صوفي وشيخ ومحارب شرس وإنساني روحاني، حامل لشعبه ضد البربرية الغربية، وحامل للمسيحيين ضد البربرية الإسلاموية، وشجاع جدا حتى أن الدولة الجزائرية أصرت على إعادة رفاته إلى الوطن من مدفنه في دمشق التي عاشقها، ونبيل جدا حتى أن أبي لينكولن أرسل إليه زوجا من مسدسات كولت، ومنحه الفرنسيون وسام الصليب الكبير لكتيبة الشرف. وقد عشق التعليم وكان معجبا بالفلاسفة اليونانيين، ومنع مقاتليه من تدمير الكتب، واعتنق دينا اعتقد أنه يؤمن بحقوق الإنسان. ولكن ليرفع القراء الذين يعرفون اسم عبد القادر أيديهم، ينبغي أن نفكر فيه الآن أكثر من أي وقت مضى. إنه لم يكن معتدلا لأنه رد بالقتال بوحشية ضد الاحتلال الفرنسي لأرضه، ولم يكن متطرفا لأنه تحدث عن المسلمين والمسيحيين خلال سجنه في شاتو أمبواز كإخوة عندما غزا الفرنسيون الجزائر. عكف عبد القادر بن محيي الدين الجزائري الذي عاش في الفترة ما بين 1808 و1883 لمن يحبون المراثي، عكف على خوض حرب عصابات ناجحة ضد واحد من أفضل الجيوش تجهيزاً في العالم الغربي وانتصر. الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مدينة تعز يطال محافظة أخرى
حيث أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح أن اللجنة العليا للإغاثة قامت بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة للإفراج عن القاطرات الإغاثية المخصصة لمحافظة البيضاء ولتسهيل مرورها وضمان وصولها إلى المحافظة. ووفقا للوزير الذي ورد تصريحه في موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني، فإن اللجنة العليا للإغاثة تقوم بالتنسيق والتواصل مع كافة الجهات المانحة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، فاصل ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. مشاهدين، إلى الصحافة العربية. موظف يمني في الثلاثينيات من عمره، كما تقول صحيفة العرب الجديد، أقدم على إشعال النار في جسده أمام مبنى حكومي تابع للسلطة المحلية في صنعاء بعد صب مادة البنزين عليه. مصادر نقابية قالت للعرب الجديد: يعمل الموظف فراس في إحدى وحدات أمانة العاصمة، وقد نقل إلى مستشفى حكومي وحالته سيئة، موضحة أن تفاقم وضعه المعيشي نتيجة تأخر الرواتب كان السبب في إقدامه على حرق نفسه. من جهتها أوضحت لجنة متعاقدي ديوان أمانة العاصمة صنعاء أن الموظف اختار حرق جسده كخيار متاح لأن الحياة أصبحت مهينة، وهو يجد نفسه مقيدا ولا يستطيع توفير لقمة العيش لأسرته وأولاده الذين يتضورون جوعا. أما عن وضع الصيادين في اليمن، فقد تحدث عنهم وزير الثروة السمكية فهد كفاين لصحيفة الخليج وقال: إن 60% من الصيادين اليمنيين في القطاع السمكي لا يستطيعون مزاولة عملهم نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. أضاف: الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها اليمن تسببت في زيادة رقعة الفقر لدى شريحة الصيادين التي كانت تعتمد على الصيد في دخلها اليومي. واستعرض كفاين خلال لقائه مع الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي هشام يوسف أوضاع القطاع السمكي وما تعرض له من تدمير البنية التحتية وتوقف لأعمال الصيد بسبب الحرب. كما بحث الوزير كفاين خلال اللقاء الاحتياجات العاجلة للقطاع السمكي لإعادة البنية التحتية باعتباره من أهم القطاعات التي يعتمد عليها أكثر من 2 مليون نسمة من إجمالي السكان. أكثر الأخبار تداولا في الصحافة الدولية خلال اليومين الماضيين هو ما جاء في موقع بوابة إفريقيا، والتي عنونت: مصادر تفضح كذبة أنصار الشريعة في ليبيا بحل نفسها. وفقا للبوابة، فقد أعلن تنظيم أنصار الشريعة المصنف من الجماعات الإرهابية في ليبيا على قناة تابعة للقيادي في الجماعة المقاتلة حل نفسه. وحسب مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، فإن إعلان أنصار الشريعة حل نفسها يهدف دبلوماسيا وسياسيا إلى نفي المبرر لقصف أي موقع في ليبيا باسم محاربة الإرهاب. يضيف الدبلوماسي: الجماعات المصنفة إرهابية دوليا في ليبيا هي داعش، القاعدة وأنصار الشريعة، أما بقية التنظيمات فليست مصنفة دوليا وإن صنفتها بعض الدول كتنظيمات إرهابية. لم يعد من الضروري انتظار نهاية التاريخ للخروج منه، كما لو كنا في قاعة سينمائية اسمها العالم، شغلنا أضواءها، طلبنا من الحضور المغادرة. هكذا بدأ المغربي عبد الحميد الجماهيري مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء منه: يمكن للتاريخ أن يظل قائما وتنسحب منه الدول والأمم جماعات أو زرافات من أبواب عديدة. يبدو أن التاريخ يتركها مفتوحة لكل غاية مفيدة. في كتابه الجديد والذي أعقبه بحوارات عديدة كيف أصبحنا أمريكيين، أعلن الفرنسي ريكس دوبريه خروج أوروبا من التاريخ، لا لشيء إلا لأنها سمحت لأمريكا بأن تعوضها وتملي عليها هويتها واستراتيجيتها. فالقارة العجوز لم تزحف للخروج، بل هي تغادره بما يشبه العماء السيادي الذي يقودها خارج التاريخ الهيجلي والكانطي والماركسي وما شئنا من الوصفات الفلسفية.
وهي لم تنتحر بل خرجت من التاريخ لأنها أصبحت أمريكية. يعطينا جاك أتالي إمكانات عديدة لهذا الخروج، أو بالأحرى منافذ عديدة على الطريق السيار الذي دخلته البشرية منذ عهد هوميروس. فالخروج من التاريخ قد يعني عنده الخروج من جغرافيا المركز، أي أن يتأرجح المركز وينتقل من أوروبا إلى آسيا ومن المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. المسلمون أيضا يخرجون من التاريخ لأنهم بكل بساطة يريدون القيامة. ومن مصادفات هذا الخروج الذي تزامن مع تنبؤات ريجيس دوبريه صدور كتاب صاحبة الأيام الأخيرة لمحمد لصاحبته التونسية هالة وردي، وتكتب تقول بالتحديد عن الحاجة إلى محاولة إعادة الإسلام إلى التاريخ، أي إلى زمن العالم كما عرفه جاك بيرك، ذلك لأن الأصولية الدائمة تثبت أن الجذور التاريخية للإسلام تضيع وسط الرمال المتحركة للدوغمائية. يريد المسلمون من الإسلام أن يسجن نفسه في تمثل مطلق ويكتفون من التاريخ بأوهام الأبدية والعصمة المعلقة. إنهم يتقدمون باعتبار أنهم لا يتحملون زمنيتهم البشرية نحو طريق الخروج من التاريخ. ومن الأخبار الأكثر قراءة ما أوردته صحيفة القدس العربي، حيث قالت: لاجئ سوري يبلغ من العمر 32 عاما خضع لعملية جراحية عاجلة بعد إدخاله لإحدى المستشفيات الهولندية نتيجة آلام حادة في بطنه، وبعد المعاينة عبر الأشعة السينية تبين أن جسما غريبا يستقر في معدة الشاب، ليتضح لاحقا أنه عبارة عن مبلغ 1807 دولارات أمريكية ملفوفة بأكثر من 26 كيسا صغيرا من النايلون. وبعد انتهاء العملية وعودة المريض إلى وعيه، قال إنه خبأ مدخراته وكل أمواله داخل معدته خوفا من تعرضه للسرقة أثناء قيامه برحلة لجوء شاقة من سوريا إلى أوروبا بهدف الوصول إلى ألمانيا أو هولندا. خضع اللاجئ لعملية جراحية بعد أن فشل الأطباء في استخراج الأموال عن طريق المنظار، ليخرج بعدها من المستشفى يتسلم المبلغ كاملا يكمل رحلته، حيث قال إن هدفه أن يصل إلى ألمانيا. يبدو أن مقولة بيع الهواء لم تعد مجرد مزحة، ففي حين كانت تقال في السابق على سبيل الدعابة تحولت الآن إلى حقيقة. فوفقا لموقع بي بي سي عربي، مدن العالم تشهد ارتفاعا حادا في مستويات تلوث الهواء، ما أدى بالبعض إلى البحث عن حلول مبتكرة وباهظة الثمن في الغالب ليتمكن الناس من التنفس بسهولة. لهذا اضطر بعض المواطنين الذين عجزوا عن إيجاد هواء نظيف إلى البحث عن حلول استثنائية، منها مثلا الهواء المعبأ في القوارير. تتجه الكثير من الشركات في الوقت الحالي إلى ضغط الهواء المأخوذ من الريف والمزارع وبتعبئته في زجاجات لبيعه عبر الإنترنت، وتعد شركة فايتاليتي في مدينة إدمنتون بولاية ألبرتا في كندا واحدة من بين هذه الشركات، إذ تجمع الشركة الهواء من منطقة جبال الروكي الكندية وتضغطه في حاويات، وتحوى القارورة الواحدة التي تبلغ سعتها 8 لترات من الهواء الكندي المضغوط نحو 160 جرعة هواء نظيف، تباع بسعر 24 دولارا أمريكيا للقارورة الواحدة. وكان المدير التنفيذي للشركة موسى لام يبيع الهواء المعبأ في بداية الأمر كهدايا تقدم على سبيل المزاح، لكن الطلب على هذا المنتج زاد إلى حد يفوق التوقعات. ويقول لام إن الشركة تحقق أعلى مبيعات في الصين والهند وكوريا الجنوبية. الصحيفة البحرينية أخبار الخليج نقلت خبرا يبدو فيه الكثير من الطرافة، قالت: عقد مهندس ذكاء اصطناعي صيني يدعى تشينغ جياجيا البالغ من العمر 31 عاما قرانه على روبوت إنسان آلي صنعه بنفسه بعد فشله في العثور على شريكة حياة مناسبة من بني البشر. كان تشينغ قد تعب أيضا من إزعاج عائلته المستمر والضغط عليه من أجل الزواج، ولذلك تحول تفكيره إلى الزواج من روبوت اخترعه أواخر العام الماضي وأسماه يينغ يي يينغ. بعد شهرين من التعارف لبس جياجيا بدلة زواج باللون الأسود
أقام حفلا حضرته والدته وأصدقائه في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة هانغشتو الصينية. في الوقت الراهن يمكن للعروس روبرت أن تقرأ فقط بعض الرموز الصينية، والصور تتحدث بضع كلمات بسيطة، ولكن تشانغ يخطط لرفع مستوى ذكاء العروس لتكون قادرة على المشي والقيام بالأعمال المنزلية. يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على إقامة مائدة إفطار جماعي، وذلك للإحساس بمتعة المشاركة. جولتنا المصورة ستنقل لكم بعضاً من مظاهر الإفطار الجماعي في إحدى الدول الإسلامية بمجموعة صور نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، نتابع سوياً. وصلنا إلى الختام، وبهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، وإلى كاريكاتير كشك الصحافة، في أمان الله.